كل عصر رجاله في السياسة، في الأدب، في الفن، وفي النقد أيضا، وفي السرد العربي، وفي الأدب العربي، وفي التعليم الأكاديمي. الدكتور حسام عقل إذا نثر أشعر، وإذا أشعر أثر. الدكتور حسام عقل وكلمة ملتقى السرد العربي عندما تعالج بيت الشعراء العرب. دكتور حسام عقل صديقي ورفيق الرحلة. بسم الله الرحمن الرحيم. أسعدكم مساء جميعا، كل التحية والتقدير لكم ولكنا كل باسمه وصفته. سعيد أن نتحلق في لحد الشعر مع فيلق الإبداعي محب للشعر، أخلص لقضية الشعر منذ سنوات بعيدة لا أحصيها عددا، لكن هذا التجمع يستعيد لنا كثيرا من الثقة السليمة في مشهد شعري يتعافى تدريجيا بكل قوالبه وأشكاله. والجميل في هذا المهرجان أنه لا يفرق بين قالب وقالب، ولا يميز بين شكل وشكل. نحتفي بكل الأشكال والقوالب الشعرية، نحتفي بالشكل الشطري، ونحتفي بالشكل التفعيلي، ونحتفي بقصيدة الومضة، ونحتفي بقصيدة النثر، نحتفي بكل ما يمت بصلة إلى فن العربية الأول. يقول عبد الكريم النهشلي في كتابه الممتع في علم الشعر وعمله: قد تتفاوت المقامات والأزمان والبلاد، فيحصل في وقت ما ما لا يحصل في وقت آخر، والشعراء الحذاق أي البارعون تقابل كل زمان بما استجيد فيه. والمعنى هنا أن التيار الشعري لابد أن يظل متدفقا، لا تكمن المشكلة أبدا في حركة شعرية موارة تليق بأوطاننا، لكن تكمن المشكلة في ضلعين: ضلع حركة نقدية متثائبة أو غير مؤهلة، وضلع ميديا ثقافية لا تتقصى ولا تتابع ولا تضيء الأسماء الجديدة. قد يكون هذا المهرجان وهذا المحفل الذي ينتظم وجوها وضاءة قد يكون بارقة أمل حقيقية. بين أظهرنا يعيش شاعر يسمونه في العالم العربي بحصالة الجوائز العربية، وقد حصد حتى الآن ما يقرب من 30 جائزة عربية بما فيها البطين وفقر، لكنه غاضب أو ناقم من الحركة الأدبية والشعرية، فهو لا يعم الندوات ولا يحضر المحافل. وأنا أقول له من هذا المحفل الصادق: أنا الأوان لأن تعود، لأن هناك فرسانا نبلاء نذروا أنفسهم لقضية الشعر ينتظرون كل صاحب قلم صناع أن يعود. عندما كنا نقرأ بودلير أو رامبو أو وودزورث أو كولوريدج كنا نمتلئ إعجابا بهذا الفن ونثق أنه البقية المتبقية من إنسانيتنا. المغزى والرمزية هنا أن هذه الكتيبة تكرم الشعر وتفتح له من جديد المعابر وجسورا. غيري يسوق الشعر فضل بلاغته وأنا أفكر في منابعه الدم، هكذا قال محمود حسن إسماعيل يوم على الدرب نحن ما طول، وما زلنا مخلصين للحركة الشعرية، وثقتي بفن العربية الأول لم تهتز، وثقتي بهذه المنصة لا تهتز، وثقتي بهذا المحفل الذي اجتمع ليكرم القصيد والفرائد الشعرية ثقة مطلقة نمنحها، ونأمل أن نمد الخطوط على كامل استقامتها، وأن نمد مظلة العباءة النقدية لتستوعب هذه الخارطة الشعرية الجديدة التي تشكلت عبر عقدين،
نأمل أن نستعيد الفاسد من شكر عياد وعلي الراعي والقط وغنيم هلال وهذا الرعيل الذي استطاع أن ينظر للحركة الشعرية الموارة بدءا من الثمانينيات قلبت تربة الشعر ولعلها ما زالت. نحن سعداء بهذا المحفل، سعداء بهذه الليلة، ونحسن أن نفرق كما قال العقاد العظيم بين القيد والقاعدة. يقول: كنت منذ الدعوة الأولى تفرق أشد التفريق بين القيود والقواعد، فالقيود للتحطيم وتحطيمها حرية، والقواعد للمحافظة عليها وتحطيمها فوضى. أزعم أن الرسالة هنا وصلت إلى القلوب وخلطت منا اللحم والدم والعظام. كل الشكر والتقدير بهذا الفيلق الجاد النبيل الذي يستعيد الشعر فن العربية الأول مجددا إلى بؤرة الوعي.